إذن السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو على إثر هذا البلاغ الإخباري ديال فتح باب التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في ترشح المباراة ديال توظيف ديال ملاحق الاقتصاد والإدارة وايضا التربويين والاجتماعيين. يعني الفيديو غادي يحاول تكون الاجابه على واحد ثلاثه ديال النقط الاساسيه. اولا السؤال الاول يعني غادي يكون هو الاجابه على بعض التساؤلات. يعني النقطه الاولى غادي تكون الاجابه على بعض التساؤلات، ثم النقطه الثانيه غادي تكون هي المهام ديال هذه الاطر الاداريه والتربوية والاجتماعية أو لا الملحقين الإداريين والتربويين والاجتماعيين، ثم في الأخير أشنو هما المواد اللي غادي يجتازوا فيها المباراة. إذا بالنسبة للإجابة على النقطة الأولى اللي هي بعض التساؤلات اللي كتطرح، اللي هي واش يمكن أنني نجتاز يعني نسجل في هذه المباراة والمباراة ديال أطور التدريس، يعني المباراة ديال التعليم اللي كنعرفو. يعني يمكن لك تسجل في السيت، ولكن راه ما غاديش يمكن لك دوزهم بجوج لأنهم غادي يكونوا يعني في نفس اليوم. وهذه المباراة ديال الأطور الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي مخصص لها 2000 منصب، والمباراة ديال التعليم ديال هيئة التدريس غادي يكون مخصص لها 15000 منصب. يعني هذا هو علاش واخا تسجل يعني كدير حفظ في الأول المعطيات ديالك والمعلومات ديالك يعني في التسجيل ديال هيئة التدريس وتسجل في هاد المباراة يعني ديال الأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، راه ملي غادي دير مصادقة يعني الاولاني اللي غادي ليه مصادقه هو اللي غادي تدوز فيه، حيت لانه من بعد ملي غادير مصادقه ما يمكنش باقي تبدل. يعني الا درتي مصادقه لهيئه التدريس هو اللي غادوز، غادي يتلغى هذا. الا درتي مصادقه ديال اطر الدعم الاداري والتربوي الاجتماعي راه هو اللي غادي يعني تدوز فيه. وبالنسبه للشروط اللي كاينين بالنسبه لهذا الامتحان، وايضا واحد الفكره قبل ما انسى، يعني ان هذا الامتحان يعني راه اخر مره كانت هذه المباراه كانت في سنه 2009. وبالنسبه للشروط يعني راه كيف ما هو واضح في البلاغ، يعني راه الهيئه ديال يعني بالنسبه للملحقي الاقتصاد والاداره يعني اطر الدعم الاداري راه خصها تكون عندك الاجازه تخصصات اما القانون او الاقتصاد او لا تدبير. بالنسبه للدعم التربوي يعني الاطر ديال الدعم التربوي خصها تكون عندك الاجازه يعني في الدراسات الاساسيه ولا شهاده الاجازه في المهنيه او جميع التخصصات. يعني كنفهموا بان هذا الاطر الدعم التربوي راه نفس الاجازه اللي طالبين في التدريس، يعني هيئه التدريس هي اللي طالبين في الدعم التربوي. ولكن بالنسبة للأطر ديال الدعم الاجتماعي يعني الملحقين الاجتماعيين فبالضرورة خصها تكون عندك الإجازة أما في الفلسفة أو الإجازة في علم النفس ولا الإجازة في علم النفس الاجتماعي وبطبيعة الحال أو ما يعادل إحداهما. وبالنسبة للنقطة يعني الثانية اللي هي شنو هما الاختصاصات ولا المهام ديال هاد الأطر يعني سواء التربوية أو الإدارية أو الاجتماعيين، فالأول بالنسبة للدعم يعني الأطر ديال الدعم التربوي فيقوم الملحقين التربويين من جميع الدرجات يعني تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية وأطر هيئة التدريس بمهام يعني الدعم التربوي المتمثل بالخصوص في يعني انك غادي تكون يعني تحت اشراف ديال
الإدارة التربوية، وأطر هيئة التدريس. هذا بما يخص بالنسبة للدعم التربوي، بالخصوص في التحضير، يعني التحضير ديال مختبرات بصفة عامة، والآليات ديال السمعية البصرية والمعلوماتية. أشنو كي يعني هذا الشيء؟ يعني أنك غادي تكون مساعد في المختبر، يعني في الإعداد العدة يعني ديال التجربة بالنسبة للفيزياء أو علوم الحياة والأرض، وأيضا تعاون ولا تسير بالنسبة للسمعي البصري والمعلومات، يعني الداتا شو وكل ما يدخل في هذا النطاق. وأيضا مهام التوثيق، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها، أيضا مهام ديال الحراسة التربوية، يعني هنا كتولي عندك أيضا بحال الحارس العام، يعني كتكون عندك المهام ديال الحراسة التربوية، يعني في الاستراحة الدخول والخروج إلى آخره. وأيضا تتمثل في مساعدة الأساتذة في إنجاز الدروس التطبيقية، يعني ملي كيكون عندهم الدروس التطبيقية يعني لي ترافو براتيك، يعني راك كتعاونهم. وتمارين الدعم، وأيضا إذا كانت عندهم مثلا الحراسة في الفروض، يعني ملي كيوليو كيجلسوا واحد واحد في الطاولة، ملي كيخصهم يعني اللي يدير معاهم الحراسة الفروض أو الامتحانات، فراك تقوم أيضا بهذه المهمة. كما قلنا أيضا أشرنا لها، يعني الحراسة أثناء الاستراحة والدخول والخروج. وفي هذا المجال فإن المكلفين منهم بالتحضير، يعني هنايا كنمشيو للشق ديال التحضير بالنسبة للمختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية، يقومون بمساعدة الأستاذ. يعني أنت فقط يعني التوجيهات ديال الأستاذ، إذا كنت في المختبر هو اللي كيوجهك، تيقول لك مثلا هذه التجربة اللي بغينا نديروها، هذه العدة اللي خصك توجد، يعني إعداد التجارب بناء على تعليمات الأستاذ في دفتر خاص. يعني هو اللي كيعطيك مثلا عنده تجربة معينة، هو اللي كيعطيك هاي الأدوات اللي غنحتاجو، هذه أنت فقط كتقوم بالإعداد ديالها، وكتشوف الصلاحية يعني ديال دوك المواد، وتشوف الخطورة ديالها يعني على التلامذة إلى آخره. يعني كتحرص على السلامة، وتكون عندك أيضا واحد يعني فكرة على المواد اللي تكون في المختبر، التفاعلات ديالها إلى آخره. وأيضا إعانة الأستاذ أثناء الدرس، يعني إذا كان هو كيدير الدرس مثلا، عند الطلب إذا طلب منك مثلا تعطيه شي مواد أو شي عناصر ناقصة من العدة يعني ديال التجربة، كتقوم بهذا الواجب. وأيضا التأكد من عدم ضياع بعضها وترتيبها وتنظيفها، يعني ملي كنساليو من بعض التجارب، يعني تيكون فيها بعض المواد اللي تيكون فيها واحد التفاعل معين، يعني تفاعل كيميائي، ف تيخصك تكون عندك واحد الدراية يعني باش داك التفاعل، يعني كيفاش تنظف هذوك الأدوات ودوك الوسائل باش خدمتي ديك التجربة. القيام بنفس الأعمال فيما يخص يعني تسيير الأدوات السمعية البصرية والمعلوماتية، أيضا إنجاز العمليات المتعلقة بصيانة الأدوات، هذه شرنا لها، الحرص على نظافة المجموعة وترتيبها بإحكام، أيضا جرد الأدوات وإحصائها دوريا، يعني كتولي عندك هذوك الأدوات كتعرف اللي صالح فيها واللي ما صالح، يعني ملي كتولي أنت اللي مكلف يعني بالمختبر. أيضا كتراقب المراقبة ديال الكهرباء والغاز إذا كان عندك في المختبر، لأنه كاين واحد المجموعة من الآلات اللي كندير بها التجارب، يعني كتخدم بالكهرباء، يعني خصك دائما تكون كتراقب داك الكهرباء، يعني اللي تيكون عندك الانستالاسيون اللي تيكون عندك في المختبر، والغاز أيضا إذا كان في المختبر. القيام بنفس الأعمال بالنسبة للآلات السمعية البصرية. أما المكلفون بالحراسة التربوية فيقومون يعني بالمشاركة في المحافظة على النظام والانضباط تحت إشراف الحراس العامون، يعني كدير واحد العمل بحال الحارس العام، يعني كتعاونه يعني في الحراسة أثناء الاستراحات الدخول والخروج. أيضا بالنسبة للداخليات، يعني المؤسسات اللي كتكون كتوفر فيها الداخليات، أيضا يقدر دير الدور ديال التسجيل، يعني الناس اللي غائبين، أيضا تحرص على تسليم يعني الورقة ديال الغياب المكلف في كل قسم، ومن اللي كيرجع يعني كتاخد داك الغياب اللي كاين، وخاصة كتحرص عليه يعني يوم السبت بحكم هو اليوم الأخير
في الأسبوع، يعني باش تدخل دوك النسب ديال الغياب إلى آخره. ثم بالنسبة هذا بالنسبة كل هذا ما ذكرناه بالنسبة للدعم التربوي، بالنسبة للأطر ديال الدعم الإداري فيقومون بهذه الأطر يعني يعني بالمهام اللي هي عندها علاقة بما هو اقتصاد، يعني يقدر تعاون المقتصد تكون النائب ديالو، يعني كل يعني الإشراف ديال هيئات الإدارة، يعني كتولي تحت الإشراف ديال هيئة الإدارة المؤسسة وأطر هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة في إنجاز العمليات التالية، يعني التسيير المادي والمالي والمحاسبي للمؤسسات التعليمية، تنظيم أيضا الحملات الإعلامية والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها، وإنجاز عمليات الإحصاء، أيضا إنجاز الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة. يعني هنايا كنشوفوا أنك يقدر تدير الدور ديال المقتصد، دير نائب ديالو، يعني التسيير المالي والمادي للمؤسسة بصفة عامة. ثم المهام والاختصاصات ديال الدعم الاجتماعي، يعني الأطر ديال الدعم الاجتماعي، فالمهام ديالهم هو الدعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية، تسجيل التلاميذ المرضى وإحالتهم على الطبيب المختص، مراقبة نظافة مرافق المؤسسة يعني الداخلية والخارجية، إحصاء التلاميذ المعوزين وتعرف أسرهم ومشاكلهم، يعني زيارة الأساتذة والتلاميذ المرضى، إحصاء وتتبع التلاميذ المعاقين، أيضا إخبار الإدارة والأساتذة بوضعية بعض التلاميذ الصحية والاجتماعية، وذلك من خلال الاتصال بالإدارات والجماعات والجمعيات لتلقي مساعدة التلاميذ، وأيضا يتم إعداد واحد الدفتر خاص يعني حسب الحالات لإحصاء وتتبع واقتناء الأدوات الأدوية والأدوات الطبية يعني اللازمة، يعني من دوك الأدوات يعني البسيطة، يعني دوك التدخل يعني الاستعجالي تكون بسيط، يعني دوك الأدوات اللي يمكن تستعملها في حالات بسيطة، يعني شي جرح بسيط يكون كيتوفروا دوك الأدوات الطبية في المؤسسة. تنظيم أيضا عروض ولقاءات مع المختصين حول قضايا الأسرة والتلاميذ، يعني هذا كل ما يهم يعني المهام والتخصصات ديال هاد الثلاثة ديال الأطر، يعني الأطر الاجتماعية والأطر الإدارية وأيضا الأطر التربوية أو الملحقين التربويين والإداريين والاجتماعيين. أما بما يخص النقطة الثالثة اللي هي شنو هي المواد اللي غادي يدوزوا فيها، فبالنسبة للأطر الإدارية فالاختبارات غادي تكون في ما هو يعني في لي موديل ديال الاقتصاد التدبير، أيضا لي موديل ديال القانون، يعني ما هو متعلق بالإدارة. أما بالنسبة للأطر ديال الأطر التربوية فغادي يكون يعني يجتازوا المباراة فيما يخص يعني الديداكتيك والعلوم التربية، ولكن علوم التربية غادي يكون فيها واحد التعمق يعني بشكل كبير. وبالنسبة للأطر الاجتماعية فغادي يكون يعني المباراة ديالهم غادي تضمن أيضا لي موديول يعني ديال علم النفس التربوي، فلسفة التربية والتعليم، ثم النظريات ديال التعلم وأطروحات الفلسفية اللي كتهم الحقل التربوي بصفة عامة، يعني وهاد الفلسفات فلسفة تهم الحقل التربوي التعليمي بصفة عامة، يعني هادو هما أهم المجالات اللي غادي يكون فيها يعني الامتحان ديال هاد الأطر اللي خرجت المباراة ديالهم. وكنعاود نذكر بأن يعني غادي تكون في نفس اليوم مع المباراة ديال هيئات التدريس. وهكذا كنكون وصلنا لاخر ديال هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس
وتبارطاجيوه مع الإخوان ديالكم باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.